احلى جناح في المعرض، بحبه جدا، مليان حاجات كتير قوي حلوه. بص السلحفاه دي احد انواع السلاحف السوداني المشهوره جدا، تتربى في حتت كتير قوي في العالم. حجمها كبير جدا، ممكن توصل قد كده مرتين كمان. اسمها سوليكاتا، سلحفاه جميله جدا، هاديه جدا. دكتور محمد حجاب، المحرك دكتور محمد حجاب، دكتور الدين. يلا استاذ احمد فايز كسب من وندو جون. بص القطط والبلاد الصغيره، وندو جون الف مبروك. قطة سيامي يا جماعة، مش ممكن. تمساح النيل أكبر تمساح من ال 25 نوع تمساح اللي موجودين على وجه الكرة الأرضية، بس أكيد مش ده أكبر واحد اللي في إيدي. ده ممكن يكون مثلا عمره سنة، سنة ونص، طوله حوالي متر وشوية، بس متغذي كويس فعشان كده شكله تخين. التمساح ده بيعيش على ضفاف نهر النيل من أول عندنا لحد المنبع بتاع نهر النيل. تمساح حجمه كبير جدا، كائن غريب، كائن فيه ابداعات كتير قوي. من اهم الحاجات اللي موجوده فيه ان مناخيره وعينيه وودانه موجودين في 2% بس من الجسم، فالتمساح بيكون في الميه بيطلع 2% من جسمه بره الميه، يبقى عنده اهم 3 حواس بيقدر يشوف بيهم، يحدد المخاطر اللي حواليه وكمان يحدد الحاجات اللي هيصطادها عشان ياكلها. تمساح النيل، نايل كروكودايل، كروكوديلوس نيروتيكوس، ده الاسم العلمي بتاعه، كائن زي العسل. Don't try this at home. اي حد ممكن يتعض. حاجات جميله خالص زي العصافير بالظبط اللي كنا بنصورها من شويه. احلى كائن بحب اربيه في حياتي. تعابين، تعابين العاصره طبعا، ده اللون الطبيعي الصغير ده، ده اللون الطبيعي، يمكن ده فاتح شويه كمان. اللونها اصفر، دي بيسموها البينو من البرميز بايثون. تبقى عينيها لونها محمر شويه، دي طفره جينيه موجوده في الطبيعه بنسبه قليله، بس بتتعمل في التفريخ في الاسر كتير جدا. التعابين دي ما تقدرش تعيش في الطبيعه، دي زي العصافير بالظبط، من مئات السنين والتعابين دي بتتفرخ في الاسر. الناس بتربيها بسهوله جدا، من الحاجات اللي بتتربى اللي مش محتاجه مساحه كبيره تتربى فيها. مش محتاجه تاكل كل يوم، مش محتاجه تاكل كل اسبوع حتى، مش محتاجه نظافه كتير. يمكن عندنا في مصر الهوايه دي مش منتشره، بس في حتت تانيه الهوايه دي منتشره جدا، وفي بدا يظهر كوميونتي كبير في مصر بيربي الحاجات دي. تعابين البايثون وتعابين البوا هي اللي بيسمها بالعربي التعابين العاصره. عندها اسنان كتير، ما عندهاش انياب. الانياب بتبقى مخرومه من نص، الاسنان مش مخرومه، ما عندهاش سم. التعابين دي قوتها في جسمها، بتموت الفريسه بتاعتها بانها بتعصرها بجسمها لحد لما تتخنق وتموت. نوع التعبان ده بغض النظر عن لونه، سواء الالباينو او العادي او اي طفرات الوان تانية، الانثى بتاعته ممكن يصل طولها ل6 متر. الذكر 3 متر ونص، ده اقصى حاجه، لان النتي محتاجه تكبر اكتر عشان بتشيل البيض في بطنها في موسم التزاوج. في تعابين منهم البيض بيفضل في بطنها لحد لما يفقس وتنزل عيال صغيرين بيسموها بتولد، وفي تعابين بتبيض على طول وتفضل النتايه ملفوفه حوالين البيض لحد ما يفقس. تعابين حلوين قوي. دي اجوانا، والاجوانا دي تحديدا اسمها لمبادا. عشان الاجوانا دي بتاعتي. الاجوانا سحليه من بقايا الديناصورات، زي ما انتم شايفين ديناصور صغير، كاميرا شايفه ديناصور صغير اكيد. سحليه جميله جدا، موطنها الاصلي لاتين امريكا. اكتر سحليه بتتربى في امريكا وفي دول اوروبا في البيوت هي الاجوانا. المواطنين الاصليين الموجودين في لاتين امريكا بياكلوا الاجوانا البريه، بيصطادوها وياكلوها، لان هي الجزء بتاع الديل ده والجزء بتاع رجلين بيبقى فيه شويه موز كده جميله. الحاجات دي كلها مستورده، بتيجي مصر بتوصل في شحنات، حجمها صغير جدا والناس بيربوها لغايه لما تكبر. اكلها بسيط جدا، لان الاجوانا بتاكل خضار،
اغلب اكلها معتمد على الخضار، ممكن تاكل شويه كربوهيدرات قليله قوي. مشكله الاجوانا ان هي محتاجه تظبط لها درجه الحراره ودرجه الرطوبه زي بيئتها الطبيعيه عشان تفضل عايشه وعشان تكبر. لازم تشوف الشمس كتير، لازم تاخد اشكال مختلفه من الغذاء والفيتامينات لو ما بتشوفش الشمس. عادة بيبقى لونها مخضر شوية، الجرين إجوانا هي أصلا اسمها جرين إجوانا، بس أحيانا بيطلع فيها طفرات، الطفرات دي مش لازم تكون من بداية حياتها. اللمبادة دي عندها تقريبا 4 سنين، لحد من 6 شهور فاتوا كان لونها اللون المخضر العادي بالخطوط السوداء العادية، وبعدين فجأة لونها قلب على برتقاني كده، أنا مش عارف إزاي، بس حاجة حلوة. الإجوانا في ناس كتير بتفتكرها زي الحرباية بتغير لونها انستنتلي، ده موضوع تاني هنوريكم الحرباية ونوريكم الفرق ما بينهم ايه، بس الإجوانا ما بتغيرش لونها انستنتلي، هي بتغير لونها ممكن مثلا مرة في حياتها او ما تغيروش خالص. خلينا نكمل كمان مع الزواحف ونشوف حاجات اكتر وحاجات مثيرة للاهتمام ومصرية اكتر. دي الحرباية، اظن الفرق واضح جدا بين الحرباية وبين الإجوانا. الحرباية دي مصرية، الحرباية احد انواع الزواحف اللي فيها حاجات كتير قوي من ابداعات الخالق. اهم حاجة فيها عينيها، الحرباية عندها تلفزيونين مش تلفزيون واحد، يعني العينتين كل واحدة فيهم بتشوف صورة مختلفة غير الصورة التانية، والاتنين بتعمل لهم بروسيسنج، وكل عين بتقدر تتحرك لوحدها الا في لحظة الصيد العينين لازم يكونوا متوجهين على الحاجة اللي بتصطادها. نمرة 2 من الحاجات الابداعات اللي فيها هي لسانها، لسان الحرباية بيبقى اطول من جسمها تقريبا، الحرباية دي لسانها طوله ممكن يوصل ل 24 سنتيمتر، وبيطلع بسرعة قريبة من سرعة الرصاصة، وكل جزء في لسانها ليه وظيفة معينة عشان في الاخر تصطاد الحاجة وهي واقفة وتبلعها. الحاجات اللي الناس فاكراها عن الحرباية ان هي بتغير لونها بحسب لون الحاجة اللي هي واقفة عليها، ده مش صحيح. العلماء اكتشفوا ان هي فعلا بتغير لونها بحسب الحاجة اللي هي واقفة عليها، ولكن الموضوع ليه علاقة اكتر بالحالة النفسية والمزاجية ليها. فهي عند الصيد بتخلي لونها بطريقة معينة، لما بتخاف بتخلي لونها بطريقة معينة. يعني هي دلوقتي واقفة على ايدي وما خلتش لونها زي ايدي، لان هي مش حاسة الإحساس اللي يخليها تخلي لونها زي إيدي. وكل أنواع حرباية في العالم ليها درجات معينة من الألوان بتقدر تتعامل معاها. كائن جميل جدا، شكرا ليكم.